انا بنت انا اختو من طنجة. ما قدرش ما قدر نقول حتى شي حاجه. بغيت شي الحموش يشوف من الحاله ديالها ديال الدرويش هادي. ما عندها حتى شي واحد من غيره. هو ضاع ضاع الدري ضاع مشى. شوفوا من الحالة ديال هاد السيدة هادي هادي اللي عتبقى مزيبة في الزنقة. ما عندها ما تاكل ما عندها ما تشرب. رانا غنولي نطلب اوليدي. انا مزوقة فيكم. ولدي مرضي ما عمرو عايرني ما عمرو سبني. الله يرضي عليه الله يطيحو بشي صدر حنين. ها الموتور ديالو علاش كيخدم. ولدي بلومبي ما شبار ما خوان ما عمرو مشى للحبس ما عمرو مشى لشي بلاصة. رانا تا عندي القواط فاتحة عندي المرض المدمن. مر هذا دري درويش ومعقول ومعاون مع امو. امو مزيان كيخدم كيجي تا يخلص كرا يخلص الضو يسير على امو. ما كاتب الله ما كاتب الله. توقعت منه انه يقتل داك السيد؟ عمرنا توقعنا يدير شي حاجه بحال هاد الشيء كاع. عمرنا توقعنا ولكن ما كاتب الله. كيدير الطبع ديالو؟ الطبع ديالو يضحك مع الصغير مع الكبير مع كل شيء يضحك. الدراري الصغار يشري لهم شوكولاته يشري مدانون يضحك. ما كاتب الله وصافي. حنا ما عرفناش كيفاش وقع ليه كاع. شفتوش ما شفتوش؟ ما شفتوش. شهد الدنيا شهدت الاخرى. انا ما عارفه والو. منين جا الموس باش ولدي ما عمرو حس شي موس. ما عرفتش شكون عطاه ليه. واخا ما رجعش عندك ملي؟ لا 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 ما شفتوش. قال لي هذيك الساعه اعتقلوه. اش قال لك؟ كانوا ما شفتوش. قبل ما لا ما قال لي ما قال لي قال لي غنمشي للبحر. شي حاجه ما كتقولهاش. قال لي غنمشي للبحر. قال لي سير الله يعاونك. اختي راه الدري ولدها راه خدام عليها وهي اللي هي اللي هو اللي مكلف بها هو اللي كيخدم عليها ويجيبها. والدري راه ظريف كيشهدوا به كاع الجيران والحمد لله راه ما كاين حتى شي حاجه. راه كيشهدوا به الجيران واختي هي تقول لكم الاقوال ديالها. ما كاين حتى شي حاجه. وهادشي عاد شي سوء تفاهم بينات الدراري وصافي. ما كانش شي خلاف بينهم؟ لا ما كاين لا خلاف الاول. بعاد على بعضياتهم كان خلاف بيناتهم شي سوء تفاهم شي تسابوا بعضياتهم وصافي داكشي. وماشي دراوش بجوجهم دراوش. واختي مسكينه دابا راه ما كتقدر تزيد وراه هو اللي كيخلص ليها الكرا وكيخلص ليها الماء والضوء. واخا كيدير هو؟ وهاهي كيدير هو الطبع ديالو؟ الطبع ديالو عادي يا خويا كيتوضا كيصلي. ها الدراري عارفين هادي هذيك اليوينه وحده كيسير عليا كيخلص ليا الكرا وانا فاتحه كنشرب الدواء. رانا ما تلقاوليش ولدي. رانا غنولي نطلب. راه ما عندش اللي يخدم عليا. راه ما عندش اللي يخدم عليا. ربي مات وتبا مات. راه ما عندي تحبيب. انا كاري عبيت انا مع الجيران. ابيتي انا مريضه. ها الحاله المدنيه ديال ولدي. ها هي ها الحاله المدنيه ديال ولدي. انا رانا انا ما خرجتوليش ولدي. رانا عاد نطلب. رانا عاد نطلب. ها الحاله المدنيه ديال ولدي. ها هي عيتي بولدي. ما عرفتش يا سيدي. تيعايرو. كنت سيدي خدامه في القهوه كيقول لي امك فاعله امك تاركه. ملي قجر عليه راه ضرب معاه. انا ما كنتش حاضره. صبنت حويجاتي صبنهم لي على الجيران. انا وليدي رانا عا كنحبو. رانا لما خرجتوليش ولدي. رانا تنطلب. ما عندي اللي يخلص ليا الكرا. ما عندي اللي يخلص ليا الضو. ها الحاله المدنيه ديال ولدي زايد في 86 21 سنة ألف. ها هي ها هي. ما قلت ولدك دار شي ديكلاراسيو قبل؟ لا ما دارش ديكلاراسيو. مشى للبحر. كان خدام. كان خدام سيدي. وهذاك هو مسكين جاي من الخدمة تعرض ليه. هاد الشيء علاش تخاصمو؟ أنا ما كنتش حاضرة وليدي. أنا بشهادة الجيران قالوا لي ولدك راه قتل. قلت لهم انا ولدي ما عمرو تيضربني.
ولدي كيتهلا فيا تيخلص لي الكرا كاري بوي ب 4000 ريال سوا المرحوم الله راه لما طلقتوليش ولدي رانا عارف شي طلب تعرف المرحوم ما بيناش كنعرفو والو راه ما بيناش من العداوه ولا والو راه بجوج دراوش بجوج الله يعمرها دار هاد الدري بخير وهذاك الله يرحمو تا هو راه بخير راه سوء تفاهم مع بعضياتهم ما لا ما قيل ما عارفينش حنا الله اعلم ما عرفناش توقع منه انه يقتلو بهذيك الطريقه لا ما نتوقعوش انا فايده ما يديهاش هذا فايده ما يديهاش وهذاك اللي مات الله يرحمه راه درويش شاو الله يرحمه درويش وهذا راه وليها الزمه وهادشي اللي كاين هذاك درويش وهذا درويش وهذا درويش بجوج مزيانين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا